خلينا نرجع نتابع الموضوع من الناحية النفسية مع ضيفتك يا هدى. صحيح، ولما اصطفدي استشارية الإرشاد النفسي والأسري، أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. صباح الخير يا صباح. طبعا المشاهير إحنا صرنا عايشين معاهم تقريبا من خلال السوشيال ميديا، من خلال أخبارهم، فموضوعنا جدا حساس، والكثير من الناس أنه ما تقدر تعرف أنها في حالة نفسية غير متوازنة بسبب هوسها بالمشاهير أو بنجومهم أو المفضلين. فإيش هي خطورة هذا الموضوع على الناس اللي يعانون من هالشيء؟ انت عارفه بانه نحن كلنا ممكن نعجب، ممكن نتابع، واغلبنا ما في ننكر انه كلنا بنتابع اشخاص مشهورين، لكن المشكله لما بتصير حياتي ما لها قيمه وحياتي عباره عن نسخه طبق الاصل عن الشخص اللي انا بتابعه، لدرجه بانه السعاده والحزن والنجاح والطموح ممكن اتخلى عنه اذا هو هذا الشخص كان هو واصله هي المشاعر وناجح ومستقل. يعني انت بتعرفي انا بشوف كثير اشخاص، كنا عم نحكي تحت الهواء بانه ما بياكلوا الا اذا اكل المشهور، ما بيطلعوا اذا هو حزين او في كم ساعة فحياتهم تتوقف. هون هذا بنسميه هوس، هذا يسمى باضطراب هوس المشاهير. أما الإعجاب الطبيعي فكلنا عنا. طب كيف نقدر نساعدهم على التمييز بين الهوس والإعجاب؟ أنا مهووس الحين بالمشاهير أو أنه بس مجرد أنه إعجاب وحياتهم حلوة؟ صحيح، سؤال رائع، اللي هو الفرق ما بين أنه أمتى أنا بحس أي شخص بشوفه، ونحن ممكن على أنفسنا صعب نقيمه، ولكن لو كان عندنا حدا من أفراد العائلة حياته كلها تتلخص بشخص وبيكون ناسي طموحه منعزل عن العالم مقابله، أغلب الأحيان الشخص المهووس هو شخص حياته صفر، أو خلينا نقول تسير ببطء، ولكن هو دائما صار يربط أي نجاح بعيش فيه ليس نجاح شخصي ولكن نجاح الشخص المقابل، لدرجة أنه منعرف صار فيه جروبات دعم المشاهير. صح. أشخاص بيعيشوا حياتهم هن الفانز، فبالتالي أنا شخصيتي بتتبخر وشخصية الآخر هي اللي بتكون محور تسكن الاهتمام ومحور النجاح بالمستقبل. طيب إحنا نقدر نقول أنه الهوس بالمشاهير صنف كمرض نفسي؟ أكيد طبعاً، إذا وصل إلى مرحلة الاضطراب، انعزال عن المجتمع، عن الحالات اللي شفت إنسانة تخلت عن أولادها، عن اهتمام تفاصيلهم اليومية، عن زوجها، وصار كل حياتها إنسانة بتفاصيلها لدرجة حتى صارت تغير ملامح شكلها حتى تكون بتشبهها، فإلى أي مدى هي فارغة عاطفياً من الداخل، إلى أي مدى هي عندها مشاكل بتحاول تهرب منها لدرجة إنه هي يعني رافضة وجودها. يعني هذا يكون في تأثير أصلاً من طبعاً. إنه مثلاً أنا أهرب من حياتي الحقيقية. طبعاً نحن بنشوفه كيف، بنشوف الشخص اللي بيكون عنده فراغ عاطفي بالدرجة الأولى، هذا الشخص كمية الفراغ العاطفي بيروحوا لشخص بيحس إنه هو رح يعطيه الحب، المشاهير دائما بيصبحوا كيفكم دائما مبتسمينه ومبسوطينه تماما والحياة حلوة ووردية ونجاحات. طب إيش طريقة العلاج أو بطريقة أخرى كيف نقنع المريض أن أنت تعاني من حالة معينة ولازم أنه تتعالج؟ صحيح، أنا دائما بقول الكبار يمكن ما منخاف عليهم درجة المراهقين. ليه؟ لأن المراهق هو شخص غير ناضج فكريا وجسديا وتفكيريا، فهدول اللي منخاف عليهم. نحن منعرف كل حدا فينا لازم يكون عنده مثل أعلى، فأول نصيحة إذا أولادكم عندهم مشكلة بهوس فإذا هم مفتقدين للمثل الأعلى، فراجعوا حساباتكم. اثنين، الحرمان العاطفي، إذا هذا الشخص عنده مشكلة نقص عاطفي بحنان من أب أو أم أو زوج أو زوجة، فبالتالي لازم كمان نعيد تقييم نحن علاقاتنا أنه أنا هل أعطيه الحب الكافي حتى يكون مكتفي ومتوازن. أنت بتعرفي لما أنا أكون متوازن عاطفيا بشوف كل الناس بشخصيتهم الحقيقية. صحيح. ولكن لما أنا يكون عندي نقص عاطفي بشوف كل الحب وجودهم. صح. فإذا إذا إحنا عطينا هذا الحب ما رح يروح يدورونا عند الغير ويبحثوا عنه عن شخص ممكن يكون هو أصلا لا يعطي الحب. صحيح. أنت بتعرفي المشاهير هي ما بتعطينا حب، هي بتاخد، فعلاقة من طرف واحد. طيب أنا قبل شوي قاعدة أتكلم معك لما أنه هذا الشيء ترى موجود من زمان، وسمعنا أخبار يعني من لما توفى عبد الحليم حافظ أن الناس انتحروا ورموا نفسهم بالبلكونات وما أدري إيش صار، فهذا الشيء قديم. صح. بس ليش الحين زاد وتحسين أنه يأثر أكثر على الناس؟ اللي زاد توفر وجوده بحياتنا. زمان كانت الناس تعيش سنة كاملة لتاخذ تذكرة لتحضر حفلة، وإذا كان عندها مجال تحضر، فبالتالي كان هوس عن بعيد، كان حب عن بعيد. اليوم أنت بتعرفي شو المشكلة؟ اليوم متوفر 24 ساعة. في أشخاص اللي أنا بشوفهم للأسف عندهم مشاكل، الجوال بيدهم 24 ساعة هو متابع تفاصيله اليومية، فبالتالي صار أسوأ. يعني إذا منقول زمان كان في هوس، لا، نحن اليوم بمرحلة أسوأ لأنه هدول الأشخاص مؤثرين فينا أكثر.
صاروا عايشين معنا تماما. والنقطة الثانية، انتبهي، حاليا زمان ما كان في تجارة بالموضوع، كان هو شخص مطرب ناجح مشهور، ولكن اليوم هدول الأشخاص صاروا بيبيعوا أشياء، في تجارة بأشياء، فبالتالي صار تأثير علينا. إحدى الأمهات أخبرتني أنه ابنها أخذها من مدينة بعيدة لمدينة لأنه أحد المشاهير اللي يحبهم بيأكل برجر، وقالت لي صدقا ما بتتاكل يعني أصلا، ولكن هي الفكرة إلى أي مدى ما رح ينام لا يأكل، حرام يعني. هم الأطفال يمكن اللي يتأثرون أكثر، والحب، وزي ما قلتي أنه نراجع نفسنا، نراجع الحياة اللي إحنا قاعدين نعيشها، هل صحيح. هي فارغة، هل إحنا بنعاني، ويمكن هم كمان تأثيرهم نكون إحنا في لحظات، يعني أنا بعض الأحيان أتابع مشاهير فأكون في لحظات إحباط، يعطوني شوية يعني طبعاً. قوة، يعطونك شوية تفاؤل طاقة للحياة، إيجابية. طاقة إيجابية، فيمكن هذا التأثير اللي هو الأكثر اللي إحنا نتأثر فيه، ولكن ما نستمر طبعاً، ما نفلتر. عرفتي يعني شوي فلتر، أنك أنت تختاري أنا مين الشخص اللي بتابعه وإلى أي مدى بيخدمني، يعني صحيح. هل هو مؤثر بطاقة إيجابية علي فممتاز، هل هذا الشخص عم يعطيني أفكار طموح تطورني فممتاز، أنا فقط تابع لا. هذا هنا المشكلة. شكرا لحضورك، شكرا لما يعني صراحة استمتعنا جدا بمعالجة هذا الموضوع معاكي، وكمان الحين خلونا نشوف بعض النصائح حول هذا الموضوع ونرجع لكم.